غير العربي يحتاج إلى مهارات اللغة بأكملها، أما العربي عند التعلم يحتاج فقط القراءة والكتاب لأنه نشأ على العربي. ولذلك سنبدأ اليوم إن شاء الله في بيان الفرق بين تعليم العربية لأبنائها وتعليم العربية لغير أبنائها. الفرق بسيط، لكن إذا دخلت الفصل وأنت تعرف الفرق بين الأمرين ستتضح الرؤية وتكون الطريقة سهلة. إذا جئت لتدريس اللغة العربية على أساس أنها لغة ثانية، لا بد أن تكون هذه اللغة معتمدة في الدولة التي تعيش فيها. بمعنى أنت تدرس العربية في بريطانيا، إذا لا بد أن تكون معتمدة في الدولة التي تدرس فيها أن اللغة العربية هي اللغة الثانية في التعاملات الرسمية. سنجد أوجه التشابه بين اللغة الأم واللغة المتعلمة: الممارسة، وهذا ما نؤكد عليه جميع الطلاب. ما معنى الممارسة؟ أن يتكلم الطالب كثيرا. فالمدرس الفاشل مثلي أنا الآن الذي يتكلم كثيرا والطلاب لا يشاركون، فالأصل أن يتكلم الطالب أكثر من المعلم، وهذه قاعدة في الدرس. حتى تكون معلما ناجحا اجعل الطالب يتكلم أكثر منك وأنت مستمع وموجه فقط، لا تستأثر بالحصة كلها أو بالدرس كله. فلا بد أن تجعل الطالب هو الذي يتكلم والذي يشارك والذي يكتب. وهذا بالمثل الصيني الذي أؤمن به وأنفذه في المدرسة عندي: قل لي وسوف أنسى، قل لي وسوف أنسى، وأرني لعلي أتذكر، وأشركني وسوف أتعلم. فعندما تشرك الطالب في اكتساب العملية التعليمية ستجد الفائدة تعم. ولذلك أول نقطة أنصحكم بها إذا ذهبتم إلى بلدانكم وإذا أردتم أن تعلموا اللغة العربية: اجعل الطالب يمارس اللغة، يتكلم باللغة أكثر نشاطا. نعم، الممارسة تجعله يقوى ويستطيع الطالب أن يتحدث بلغة صحيحة. ولذلك ستعلم أول مهارة مهارة الاستماع، ثم بعد ذلك التحدث، ثم يأتي القراءة، ثم تأتي الكتاب. آخر مراحل التعلم. في بعض الناس تقلبها تبدأ بالكتاب وهذا خطأ. أيضا اللغة نظام. أي لغة نظام؟ اللغة العربية كم نظام؟ أربعة أنظمة. نظام صوتي رقم واحد، نظام صوتي، نظام صرفي، نظام نحوي، ونظام دلالي. هذه أنظمة اللغة العربية الأربعة. اللغة العربية أصوات، ثم صرف ونحو، ثم دلالة. ما معنى دلالة؟ يعني معاني الكلمات. الدلالة نقصد بها المعنى للكلمة. هذا النظام في اللغة العربية. طيب، عندما تأتي تدرس غير العربي، هل تدرس هذه الأنظمة كلها؟ خطأ. في علم يسمى علم العروض، تسمعون عنه؟ مش معقول اجي الولد الاجنبي اعلمه تقطيع الشعر العروضي؟ سيترك اللغه ويفر الى بيته هاربا، ماذا يدرس في اللغه؟ صحيح. فلذلك المدرس المتميز ينتقي من هذه الانظمه ما يمكن الطالب من استخدام اللغه. ما يمكن الطالب من استخدام اللغه والتحدث بها. يعني اختار بعض الأشياء، لا تأخذ كل اللغة، لأن اللغة لا يحيط بها، حتى كما قال الإمام الشافعي: اللغة لا يحيط بها إلا نبي. ما أحد يحيط باللغة العربية أبدا، مهما وصل علمك فأنت تأخذ جانب من جوانب اللغة العربية ولن تأخذ كل جوانب اللغة العربية. صحيح؟ ولذلك المدرس المتمكن ينتقي ويختار من اللغة ما يمكن الطالب من التحدث باللغة وقراءة اللغة وفهم اللغة. ليس هناك مشكلة. هذه نقطة مهمة، وهذا ما نسميه المدخل إلى تعليم اللغة العربية.